بالفعل كما تتبعتم البارح كانوا انتخابات لجان ثنائية في قطاع الصحة، والفيدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها أنها هي اللي تصدرت لجان ثنائية الفايتة، بالفعل شاركت في هذه اللجان بكل حماس وبكل ثقة ومسؤولية، وحنا شاركنا في قطاعين، القطاع العام في جهة مراكش أسفي وفي المركز الاستشفائي الجامعي، ودازت الانتخابات في جو زعما في جو صحي، هناك تنظيم هائل نقولوها ديال الجهة وديال المندوب ديال وزارة الصحة باعتباره هو اللي مكلف بالانتخابات، هي أن التنظيم ما كانش فيه حتى مشكل، والنتائج في الحقيقة كانت في الانتظار. فبالنسبة للجهة أن حصلنا الفيدرالية على الرتبة الأولى أي 22 مقعد من أصل 51، في حين أن النقابة اللي جات في المركز الثاني جابت 12، وهنا كيبان الفرق الشاسع بين الفيدرالية الديمقراطية الصحة وبين باقي النقابات. وفي المركز الاستشفائي الجامعي نفس المشكلة، هناك اكتساح كبير للإخوان ديالنا في المركز الاستشفائي الجامعي، حيث أننا حصلوا على 17 مقعد من أصل 22 مقعد، أن هذه النتيجة لا تقبل أي جدال زعما وبدون تعليق. وحنا بهذه النتيجة هذه حنا راه ديما في الخدمة ديال الموظف، وغادي نحافظوا على الكرامة الموظف، وغادي ندافعوا على الكرامة الموظف، وحنا الشعار ديالنا في الحملة هو كرامة الموظف فوق كل اعتبار، وأظن أن الموظفين عطاو الثقة ديالهم الفيدرالية الديمقراطية بالشغل، الشيء اللي كيفرض علينا حنا باش نكونوا في المستوى ديال التطلع، وإن شاء الله غادي نكونوا عند حسن الظن ديال الموظفين، وكنتمناو من الله باش يعاوننا باش نوصلوا هذا المبتغى.